فوق العين نبكي جمر ودموع ونركض ورا الأهار وعنا الفرح ممنوع بكتوب فوق العين نبكي جمر ودموع نركض ورا الأهار وعنا الفرح ممنوع ليش السعادة يا زمن مو لكل الناس ليش السعادة يا زمن مو لكل الناس ونحن بظلام الليل عتمة وقلب مفجوع يا ظلمة ما تبر نبرك معك أهان يا جور مهما جرت وتجرحت دمعتنا يا ظلمة مهما كبرت وكبرت معك أهاتنا ويا جور مهما جرت وتجرحت دمعتنا أكيد تمحي الفرح تمنع صدى ضحكاتنا بعيون الحزين وقال يا زمان ليش الحزن بعيوننا موال الدمع يفسد بعيون الحزين وقال يا زمان ليش الحزن بعيوننا موال ليش الأسى ما بينتسى والظلم مهما كبر لابد ما تطلع شمس دخيلك يا عمي ابو هاني لقينا حل لهالمشكلة خير ان شاء الله ابي حابس حاله بغرفته صلوا من الصباح لا عم ياكل ولا عم يشرب ولا بده يشوف حدا وليش بقى؟ لانه انا مش عوز من هنا دخيلك يا عم تعال احكي لنا معه هو بيعزك ها؟ طيب دقيقة عن اذنكم لحتى اخبر الاهل بس معلش عم بدك ما تواخذنا انت مو غريب لا تخافوا هذا جارنا ابو ايوب عاوزني راجع انا ما بطول روح ونام حدا بدق الباب هيك بهالوقت معذوري لك امي معذوري لا امي هي سمعوا حق والله هبا بقول لقلبنا فوتي نامي امي فوتي تصبحي على خير عم تعمل اهلين يا امي افتح يا ابو ايوب انا جارك ابو هاني ايه معقوله اجي لعندك على البيت وما تفتح الباب هي مو من عوايدنا يا ابو ايوب افتح لك شو عاملين له والله يا عمي ابو هاني مو عاملين له شيء هو عصبي افتح يا ابو ايوب بس ما حدا بفوت معك انقلهم من وشي ما بدي اشوف حدا لا حول ولا قوة الا بالله علي العظيم يا ريتني خلفت معزة ولا خلفت والله معزة لك على الاقل المعزة اللي بتطعميها حشيش بتشربك حليب
ولما بتكبر بتطعميك لحمها، بس هدول ولادي بياكلوا وبينقلوا وما في من وراهم الا مشاكل وجع الراس. خير خير خير، اهدى وارتاح وصلي على النبي. اللهم صلي على النبي. احكي لي ابو ايوب فضفض قبل ما تحكي لي، انا جاي على بالي اشرب كاسه شاي، بس على شرط بتشرب معي. ما بدي اتصوفق. صار لي زمان ما سمعت هالكلمه منك. ساولنا شاي. لا تعيط كثير، لانهم واقفين بلزق الباب، عادتهم وبعرفها. يروق لي بقى وفهمني شو القصه، ليش حامل هموم الدنيا على كتافك؟ ايه بعرفك من طول عمرك لاحش الدنيا بقفى ظهرك. اخ اخ يا راسي، اخ اخ يا مفاصلي، اخ اخ يا علي. بتصدق يا ابو حاني اني حاسس حالي عم اضمر مثل الزرعة اللي ما بسوها مي. يا حيف عليك يا ابو ايوب، لك انت المي والزرع والخير كله، شبنا الحارة كلها بتحلف بحياتك وبهمتك العالية. الحارة مو ولادي، ولادي هدول الله بعت لي اياهم ليقصروا لي عمري ليجننوني. رح اجن يا رجل، بنام على وش وفي على وش. الله وكيلك مستشفى المجانين عم تفتر قدام عيوني ليل نهار. يطول بالك ابو ايوب، طول بالك، هدول ولادنا، اذا نحن ما تحملناهم مين بده يتحملهم يا ابو ايوب؟ قوتك بيقنعوا ابو هاني، ما بيصعب عليه شيء، ملسن وابوك بيحبه. يعني ضروري تدخلوا واحد غريب ليحل مشاكلنا. ابو هاني مو غريب. احكي لي شو وجعك؟ بشو مضايقينك ولادك؟ مضايقيني بانه اعلى صغير، بانهم ما عم يكبروا. قلت لحالي جوزهم يا ولد، بحسوا بالمسؤولية وبينتبهوا لحالهم ولأمهم. لك عندي 4 كنايم بالبيت، معقول يتركوا كل شغل البيت على أم أيوب؟ وحدة صار عمرها فوق 60، إلها حيل تشتغل وتركض فيهم وبولادهم؟ لا مالهم حق. بس يا حزرك وين المشكلة؟ وين؟ المشكلة عند أم أيوب ذاتها. ما فهمت. أم أيوب صافي مع أولادها وكناينها ضدي. شو هالحكي؟ قال هي بتحب تشتغل، قال إذا ما اشتغلت بالبيت بتحس حالها عاجزة ومثل المكرسحة. يعني المشكلة بينك وبين أم أيوب، مو بينك وبين. لا، المشكلة بيني وبين ولادي. بتحب تسمع؟ لكن لشو حاويهم بالبيت إذا ما بدهم يصرفوا عليهم؟ كله عم يشتغل وكله عم يصمد مصاري، والمصروف على البيت بالقطارة. أنا يبخلوا علي بعد كل هالعمر اللي قضيته أصرف عليهم وربيهم وعلمهم؟ يبخلوا علي أنا؟ معقول يا أبو هاني؟ معقول ما حدا منهم يتذكرني بفروج مشوي، بأكلة كبة، بكنافة نابلسية؟ هاي فضحنا، عجبكن هيك؟ ما خلص الشاي؟
أنا رايح جيب العتالي. لا طويل. ماشي. إيه وأنت الثاني الله يصرحك. معقولة تجوز أربع أولاد وتسكنهم مع بعضهم؟ ليش؟ مين ما نحهم يسكنوا برا؟ هنن ما بدهم. وليش ليدفعوا أجرة بيوت إذا عايشين عندي ببلاش؟ أولادي وبعرفهم. بكرة وقت بيصير معهم حق بيوت بيشتروا بيوت وبينقلوا وبتركوني مع هالختيارة للموت الطين. لا يا أبو أيوب لا، أنت هيك عم تظلم أولادك كتير. في ولد بيتخلى عن أمه وأبوه؟ طيب شو رأيك إني مرة سمعت ابني الكبير عم يحكي مع ابني الصغير إنه هو الكبير وهو الأحق بالبيت بعد ما أموت أنا؟ بس إخواته طماعين مثل حكايته، ما رح يتركوه ياخد البيت، أكيد رح يبيعوه ويتقاسموا حقه. على مهلك على مهلك. يلا خلاص صار فيك تروح على بيتك هلا. ايه شو قاعد على قلبها؟ لا بس مهمتنا وخلصت. لا يا سيدي ما خلصت، ما بتخلص لتفوت كل البضاعة لجوا ونسكر الابواب ونطلع. ها هاي تعليمات سامي بيك؟ لا بس طالما بديت معكم بالمهمة لازم انهيها. بس انت شغلتك محاسب بالشركة، ليش لا تصر تجيب البضاعة معنا؟ لأني حابب كون بالصورة. بعدين كله شغل وكله عم يعود علينا بالفائدة. ما أقنعتني. يا سيدي ما ضروري تقتنع، طالما سامي بيك مقتنع أنا وأنت بدنا نقبل. على كل حسابنا مو هلأ، حسابنا بعدين. حساب شو؟ حساب السنين. بعدين يا سيد بشار بعدين. يلا عين يلا 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 حرك حرك. إذا إلي خاطر عندك يا أبو أيوب بتعطيهم فرصة تانية. خلاص هي أبوك رضي عليكم بس بشرط ما بتزعلوا منه. هيدك يا بينا موسى. روح هيدك يا بينا موسى. روح أنت بينا روح. عم يضحكوا علي يا أبو هاني، انت ما بتعرفهم. انا كفلانهم هالمره خلاص. شلون؟ نحن بابرق عمي ابو هاني. يا ابو هاني هدول اولادي. بتطلع من هون بترجع حليم لعادتها القديمه من هون. لك انا اللي مربيهم. خلص يا بي قلنا لك نحن من ايدك هي لايدك هي. خلص يا بي ما بيصير الا اللي بدك اياه. رضاك يا بي الله يخليك. خليك هنيك الله يرضى عليكم. بس قسما بالله اذا شفت من حدا منكم زاحلي لقلعكم كلياتكم برات البيت. هذا بيتي ومطوب باذني، يعني الشرع والقانون والشرطه والجيران معي. وامكم بدكم تريحوها. أبي أمي هي اللي انتوا علموا نسوانكم الشغل والنظافة والترتيب وأمكم لحالها ما بتعود تشتغل. اتفقنا؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شفيق ليش يا فندي؟ هيا بربحي. شو؟ صدرت البضاعة؟ البضاعة صارت بالمخازن وقفلت عليها. تاني مرة لا تفوت هيك فوتي، هبت لي قلبي. خلي قلبك هابب سامي بيك لأنه راح يلزمك. تتذكر مشروع البيوت البلاستيكية اللي طار منها بآخر لحظة وراح لشركة عزام؟ تتذكر مشروع معمل الإسمنت اللي كمان طار منها بآخر لحظة وراح لشركة رضا آغا؟ ومشاريع كتيرة ما كنا نعرف كيف عم تفلت من بين ايدينا وتروح لغيرنا. تحكي شفيق وترتني. شو فيه؟ عرفت لك مين اللي كان يسرب اخبار شركتنا لبرا. مين؟
واحد موظفين الشركة طبعا. مين؟ واحد بيعرف كل صغيرة وكبيرة عنا. شفيق بشار عبد الحميد. نعم، محاسبنا اللي بعته معي الليلة نجيب البضاعة، بشار اللي عم يقاسمنا نص بنص على كل شيء. صحيح. في سامي بيك، في أفرق بين الصاحب والخاين. أنت متأكد؟ مثل ماني متأكد إني عم أحكي معك. وأنت شلون عرفت؟ اليوم الظهر قابلت واحد أنت بتعرفه منيح، اتصل فيي على الشركة أثناء الدوام وقال لي عاوزك. إلك تقبشيني لسه ما نمتي؟ لا يو نايمة. طيب ما بدك أحكي لك شو صار معي ببيت أبو أيوب؟ بلا. أنا يا ستي يا ابني. ما بينفع. انت شو دخلك؟ تشغل الفيلم ولا من عندك بيت فايت تاني؟ لك يا ابني انت بحاجه لافلام تهديك، تهدي لك اعصابك، مو تصير اعصابك. انت ما دخلك باعصابي. روح 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 روح. لطفك يا رب، لطفك يا رب. ابن عمي؟ نعم. مو مبكر اليوم؟ بدي شق على المستودعات قبل ما اروح على الشركه، في عندي شويه شغل. الله يوفقك، الله يعطيك العافيه. الله معك. الله معك ابن عمي. سكري الباب. يلا. صباح الخير ابو هاني. اهلين ابو بسام، تفضل. لا والله انت رايح على الشغل؟ لك واذا كان، فوت يا رجل. هن كلمتين بحكي لك اياهم هون. ايه على راحتك. ردت عليك يا ابو هاني، هذا اخي مو ناوي يجيب هالبر. بس ابو تحسين على علمي. علمك وعلمي عند الله، كل ما رأيت بشعلها. يا اخي هالرجل في عفريت جواته اسمه مرته، مرته هي اللي عم تحرضه وتشعلها. الله وكيلك عم تنفخ مثل الحيه، يا بدها تطالعنا من البيت، يا بدها جوزها يلاقي لها بيت ثاني. ومنين اخي ابو هاني؟ لا انا فيني استاجر بيت ولا هو، الحاله وبتعرفها. انتو شو صاير لكم بهالحارة؟ كتراني الخنايق بالأهل. ليش؟ مين متخانق مع أهله؟ هلأ خلينا فيك وبأخوك. كل يوم مناقرة وخناقة، ومرته قوية، يشهد الله علي إنها قوية، ما حدا أدران عليها. يا بتتشركل بمرتي يا بتحط نقرها من نقر ولادي. بس عدم المؤاخذة يا أبو بسام، هيك مشكلة ما بيحلها غير أخوك أبو تحسين.
هو جوزها وهي اللي أخي جبان. إيه نعم جبان وبيخاف منها. قلت لحالي بركي أنت بتعطيه كلمتين بالعظم، بركي الله بيهديه. هذا أخوك الكبير، عيب تحكي عليه هيك. بس يكون أخوك أبو تحسين بالبيت ابعت لي خبر. ايه روح، الله يوفقك ويخلي لك ولادك. يلا خاطرك. مع ألف ألف سلامة. سامي لك تخافي الله، ما قلت فيني هلا؟ مو قلت بدك تفيق بكير؟ ايه بس مو هلا. سامي يلا قوم، بصراحة أنا صار لي أكثر من ساعة فايقة، مليت، قلت بنشرب القهوة سوا. يلا يلا أبو السوم اشربيها لحالك. خليكي تشربي قهوة لحالك تكرم عينك وهي قاعدة. نسيت انها مسكرة على طول. مين اجا هذا الصندوق؟ احنا امتى استوردنا هيك ترانسان؟ كيف دخلت على المستودع؟ صباح الخير يا صباح الخير يلي معانا، يا صباح النور يا صباح الخير. طلعت يا ابو هشام. استاذ صباح الخير الله يعافيك. شو قديش الساعه؟ انا جاي مبكر اليوم. ايوه يا
مرحبا ابو محمد. اهلين وسهلين. اهلين برهان بيكون. ايه تفضل هون الشعوي جوا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين. مرحبا برهان بيك. اهلين ابو هاني. ابن حلال كنت بدي اجي على الشركه خصوصي مشان اشوفك. المفروض تنزل على الشركه مشان نشوف مصالحك. هي مصالحي بايدين امينه. شو هالحكي؟ اي لك بعدين انا وينك؟ مليت من الشغل وما عاد لي خلق عليه بنوب. لا والشركه ماشيه فيي وبلاي، يعني كيف اقريت تمشي بلاي اريح لي. في احسن من العيشه والراحه هون بهيك جو حلو. هاتوا لنا شاي لهون. ايه احكي لي شو كيف صحتك؟ كيف مهاني وكيف الاولاد؟ ان شاء الله صحتهم منيحه. كلهم بخير بدعوا بسلامتك. الحمد لله، اهم شيء الصحه يا ابو هاني. طالما إيه. الصحه بخير نحن بالف خير. الله وكيلك. انا الوجع القلب والمرض والضغط هلكوني ذبحوني ذبح. شو بدي اسوي؟ اخ لا سلامتك ما فيك شيء برهان بيك. شو ما فيني شيء؟ انت الثاني اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف يقول كف عدس. ايه شو اخبار الشركه؟ تمام منيحة يعني ماشي أموها كله الحمد لله. هذا اللي بدي اياه خلاص. شو ترانس؟ ليش ها؟ على علمك نحن استوردنا هيك ترانسات للشركة. شو بيعرفني عم تسألني إلي؟ روح اسأل سامي صهري هو المدير العام، هو بيعرف استوردنا ولا ما استوردنا. بعدين أنت كمان بتعرف، مو أنت أمين مستودع؟ مزبوط، أنت عينتني أمين مستودع للشركة مشان حافظ على الشركة. إيه شو القصة أبو هاني؟ قل لي شي في شي؟ فتت على المستودع اليوم لقيت صندوق مليان ترانسات مثل هاد. ايه؟ مفاتيح المستودع معي، يعني ما حدا بيفوت على المستودع إلا رجلي على رجله. بقى كيف فات الصندوق على المستودع؟ ايوه، يعني أنت شاكك إنه في حدا فات على المستودع بغيبتك وحط الصندوق؟ اي نعم. لقيت شي ناقص؟ لا لقيت صندوق زايد. يعني يا ابو هاني لو في صندوق ناقص كنا قلنا فيها وما فيها، بس لا في صندوق زياده. هذا الله بده يكرمنا بنزعل. عم اقول لك المفاتيح يا ابو هاني طالما ما في شيء ناقص وين المشكله؟ يعني معقول تتوه هالمشوار وتعذب حالك مشان شغله مثل هي؟ بعدين ليكو سامي قدامك، ساله يا اخي قل له شو شفت هو بجاوبك. قوم قوم لفرجيك الشجرات اللي زرعته. قوم قوم. معلش يا برهان بيك انا بدي اروح لحق الشركه. أخي 10 دقايق ما راح أعطله شغل الشركة، تعال معي. بعدين أنا الشركة شركتي، أنا اللي فيها أكبر حصة، بيجي أنا بالأول وبعدين بيجي سامي. وأنا سامح لك تتأخر. أنت ما عم تفهم علي، الترانسات يا برهان بيك هي كمان كلمة بيك ما بدي اسمحها منك بنوب. شو بيك وما بيك؟ نحن 10 عمر يا رجل. أخي أنت اسمك إبراهيم وأنا اسمي برهان، يا أما نادي لي أبو فادي مثل ما بنادي لك أبو هاني. تعال معي تعال. معقول هاني نايم لهلا؟ ما بده يروح على الشغل؟ تقبرني، هو قايل لهم بالمحل انه بده يتاخر له ساعتين ثلاثه. طيب اذا ما بده يروح على المحل خليه يجي يساعدنا شوي. هلا انت دايما دوم حاطط نقرك بنقرا؟ عيب عليك، هذا اخوك الكبير. ليش انا شو قلت؟ يا بروح على المحل يا بيشتغل معنا. الايد البطاله مش سم. يا عمي هيك بقول بابا. يا رب امك ما تقبل يشتغل.
شو؟ أهلا أهلا سامي بيك، تفضل خبر عزيزة. شو عم تعمل القهوة؟ صارت الركوة ناشفة مرتين وأنا عم زيدها مي. على بالك فنجان؟ بصير، بس مو خطرة هيك؟ سخانة وفي حواليها خشب وراق وغرفة محاسبة. هلا حتعمل لي مثل برهان بيه؟ هذا الأسبوع الماضي لما أجى على الشركة مرق لعندي على المكتب، لما شاف السخانة هب بوشي. شو بدك تحرق الشركة يا أفندي؟ طمن سامي بيك، أنا حريص كتير. كيف الشغل؟ شوفت عينك، مبلوش بالجرد. بس الجرد بكير عليه، ما هيك؟ صحيح، بس أنا عم بعمل ترتيبات مبدئية حتى وقت يجي الجرد يكون كل شيء منظم. أيوة إيه سيد بشار، أنت كم مرة بعتنا؟ بعتكم؟ كم مرة ولمين؟ أنت عن شو عم تحكي؟ شوف لك، إذا كنت صادق معي احتمال سامحك، ها؟ احتمال، بس إذا كذبت علي بمعسك بلي هون وبهذا المكان. سامي بيك اسرك، لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك منوب. قولي لشو أنت، مين جابك على الشركة؟ ها؟ أنت بهالفترة اللي قعدت فيها قديش هفيت لجيبتك برانية؟ أنا ما كنت عم هف لحالي، بعدين كنت عم أخذ من الجمل ابنه. ولك لو قلت لي بدك من الجمل كتفه كنت أعطيتك، كنت أعطيتك الجمل كله. بس ما تبيني لك. أنا لمين بعت حلي؟ لا ترفع صوتك، ترفع صوتك منو؟ بتقعد وبتسمعني؟ معقول بعدي انت من زمان، زمان كثير، من وقت ما لفيت على شركة رضا آغا وعزام آغا وأبو طريف القادري. معقول؟ معقول لك بشار؟ معقول تبيعنا لهدول كلهم؟ سلام تأكد انك مثل ما كنت عم تبيعنا عم تبيعهم لهم بنفس الطريقة، لأنه يبدو لي أنه طمعك ما له حدود. المعلومات اللي وصلتك غلط. لا تقول غلط، لا تقول غلط منوب. أنا مطلع على كل المكافآت اللي قابضها منهم أنت نتيجة حقارتك، أنه نحن منشتريك، من فضفضك، من لبسك، منصرف على مرتك وولادك، منخليك تبدل بيتك الحقير، تشتري سيارة جديدة مشان بالاخير تبيعنا لك. انتو ما كنتوا تدفعوا لي على روح امواتكم، انتو كنتوا تدفعوا لي حق تعبي. لولاي الكلاب كانت نهشتكم. ولك الكلاب ما بتنهش الا رخيص اللي مثل حكايتك. عط نحن بشو قصرنا معك ولك، ها؟ مو كل شيء بدك اياه كان يصير؟ سامي بيك حاج، بقى نضحك على بعض حاج، انت طول عمرك عم تاكل البيضه وقشرتها. ها حلو، بدك تحسب حالك مثلي ما هيك؟ ولك مين اسس الشركه ولا انا ولا انت؟ لا انا ولا انت، مدامتك وبرهان بيك. شلونك طول على ولي نعمتك، لانه معزك معزك بمحصك معز في المكتبات انت اويان، لانك مفكر حالك كمشني من الايد اللي بتجعني ومتأمل بحياته وما حدا لوالي تراعي مراقبتك. هاي خيل بيني هاي برصة واحدة تقل لك يا برصة واحدة. كنت مع مين على الارض انتو؟ انت الان مع واحد شوارع يزعجي مو مع بيك. امد تكتب استقالتك وبتنقلع من الشركة،
تشكر ربك انه ما قتلتك يا كلب يا واطي. بدك تقلعني يا سامي بيك؟ بدك تاكل برهان وشركاتك لحالك؟ ما حذرت. مفكر اني علقان معكن بالمصيدة؟ لكن لشو اسمي بشار الشاطر؟ وحياتك انا نظيف نظيف وانتو بحر كامل ما بينظفكن. لك عيشوا يا بني عيشوا تقبرني. لك يسلموا الايدين. قلت لحالي اشرب لك كاسة حليب يا ولاد. لك ان شاء الله مجاري الفنا صح تقبرني صح.
تقبرني اخوك فا تقبر قلبي. اعمل فنجان قهوه. لا والله رجال بيعملها لحاله. هلا معقوله اول نفيق يا زين؟ طبعا لانه بتكون بلشت حفله كل يوم. انو حفله؟ لكان فكركم ليش هو اختار الاوضه اللي فوق بعيد عنا كلنا؟ مشان ياخذ راحته ما يزعج حدا منا. هي مزبوط مشان ياخذ راحته. شو قصدك ولا خبيث؟ اشربي قهوتك اختي رح تبرد. شرب. لكن متركي ما رح تقدري عليه. ايه لا قوم ساوي له القهوه. الله معك تاكلني. الله معك. منين طالع الصوت؟ كل يوم بسأل حالي السؤال هذا. أكيد هاني المائع. أكيد هلا بتكوني قاعدة عم تسمعوا إنه ضروري تكون غرفتها بان غرفته. شو عليه؟ بسيطة بسيطة يا هاني. اعملوا كتير من هون يا أجدب. عم تحكي مع حالك ولا ولك ما كنت تبطل هالعادة حلوة ينادولي أبو الأجداب؟ هلأ لأني عم بحكي مع حالي صفيت أجداب والكل عم يحكي مع حاله. حتى أنت قبل شوي كنت عم تحكي مع حالك. لا عائل ما شاء الله كان. وطولنا صوت الموسيقى يعدمني إياكم. وطولنا إياها ما نحكي مع الوالد. وطولنا إياها. هي عم بحكي مع حالي مو عم بحكي مع حالي. أهلين. شرف استاذ. شو ليش قافل الباب؟ ما جاوبتني. أنا شو بدي جاوبك؟ ليش قافل الباب؟ خيو بمشي بنومي، بخاف اطلع من البيت وضيع. تمشي بنومك؟ ولا في حدا بهديك الغرفة بيمشي؟ أنت من إمتى قليل أدب؟ أه؟ بدي أفهم من إمتى قليل أدب؟ أنا قليل أدب؟ الله يسامحك. هلا أنا مو أخوك، ليش بتخبي علي؟ لأني صغير؟ إيه أنا مو صغير. أنت بتحب بنت جيراننا عتاب ما هيك؟ الله يخرب بيتك. بعيد الشر يا ياسر، بعيد الشر. هديك المرة فتت على غرفتك لقيتك كاتب اسم عتاب على السلم الموسيقي. تحت منه كاتب أنت بدي أطلبك من أهلك صح؟ وعلى هاللوح. الموسيقى ليش بتعزفها أول ما بتفيق؟ والشبابيك ليش مفتوحة دائما؟ لك خس خس اسمع اوعك تقول لابوك. ها كتبت استقالتك؟
لك يا حيف عليك، حدا بيعض الايد تنمد له بالخير؟ لشوف هلا انو شركة بدها تشغلك عندها. اي والله لنعمل نشرات نوزعها على كل الشركات. بس الحمد لله اللي انا كشفتك مو حدا غيري. تشرب قهوة؟ شبك شبك فايت معصب، شو في كمان شبكون؟ بشار عصبني لك ولا بهتم، فت لعنده وقعد يتزورني طوال الوقت كأنه مو عامل شيء، كأنه مو هامل شيء. العمى منو حقارة؟ طولوا انا قلت لكم بشار مو قليل. طولوا بالكم سمعونا، طولوا بالكم واهدوا شوي. تفضل. مرحبا. مرحبا. اهلين ابو هاني. خير؟ في شغلة بدي اسألك عليها سامي بيك. شغلة شو؟ في حدا معه مفاتيح من مستودع غيري؟ لا طبعا. نحن استوردنا هيك ترانسا. شو القصة ابو هاني؟ لقيت صندوق مليان ترانسا. الله يسامحك يا ابو هاني. ما بتتذكر صفقة الترانسات اللي استوردناها من سنتين؟ هذا الترانس من هون. ايه بس الدفعة اللي جبناها صرفناها، هذا الصندوق منين اجا؟ شو دخلوا على المستودع؟ شو يعني العفاريت حيدخلوه؟ أكيد ناسينه. بس هي أول مرة بشوفه. بجوز حدا من العمال هو عم يشيل البضاعة، هو عم يحط البضاعة، وقع منه بالغلط ما شاف، والله يسامح فكرنا في شغلة مهمة. بس انا يعني حبيت اعطيكم خبر لانه هذا المستودع مسؤوليتي ومسؤوليتي انا كمان. صحيح ابو هاني انت حارس المستودع والوصي عليه، بس يعني كمان انا المسؤول عن التخزين والتفريغ، والكرتون اللي انت شفتها اليوم ولقيتها انا متشرقل فيها اكثر من 10 مرات. على كل ان تشكر كثير على هذا الاخلاص يا ابو هاني، صدقني الشركه بلاك بتسوى بصلي. العفو سامي بيك، مشان الله لا تواخذوني. ولا يهمك، خاطركم. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. عفوا سامي بيك. خير ان شاء الله. شو في كمان؟ نسيت اسألك، في هالغرفة اللي بصدر المخزن من ناحية اليمين، ايه، على طول بتضل مسكرة، ليش ما بنفتحها ومنحط فيها البضاعة اللي منحوشة بصدر القاعة الكبيرة؟ والله هاي الشغلة بدك تسأل عليها شفيق، لأنه المستودع مسؤول عليه أنت وهو، مو شغلتي المستودع يا أبو هاني. لا إله إلا الله. أبو هاني، أنت مو من فترة سألتي نفس السؤال؟ أنا؟ تذكر؟ يمكن. لا مو يمكن، أكيد. ويومها قلت لك أنه الغرفة ما بتصلح لتكون مستودع لأنها على كتف النهر، وكل شيء ممكن نحطه فيها يا بتهري رطوبة يا بتعض الجرادين. ايه والله مزبوط. عفوا مرة تانية بعتذر، لا تواخذوني، خاطركم. مع السلامة. هذا الترانس هدية مني إليك. إلي؟ شكرا. عجبكم؟ ولك عجبكم؟ هي من غباكم رح ننكشف. وعالكرم يفوت الديب تتذكر الغاب.
القلب واخذت غدر ويا صلم ما أبشع خنجر طعن بالضهر تطلع غصب وبينسرق محبوبنا ويا دوب مشينا العمر خلص العمر يا دوبنا